الأخيرة من برنامج فزورة في معلومة، وهي حلقة العيد. كل سنة وانتم طيبين. وعيد الفطر هو اليوم الأول من شهر شوال اللي بيفطر فيه المسلمون محتفلين بإتمام عبادة الصوم في رمضان، وفيه بننشر التهاني بين الأهل والأصدقاء، وبتزور فيه الأقارب وصلة الأرحام، وبيحتفل فيه الأطفال. وعشان دي حلقة العيد مش هيكون فيه فزورة. وعيد سعيد على كل الأمة الإسلامية. سلام. علاء الدين، مجلة أطفال مصر وأطفال العرب. رئيس مجلس الإدارة عبد المحسن سلامة. رئيس التحرير حسين الزناتي.